الحاجات الغريبه ان لقيت النهارده جماهير انجولا في المدرجات ما لهمش امل تماما، بس الحقيقه ادوا باداء كويس جدا، يمكن من احسن مباريات شفتها لفريق انجولا، خاصه الشوط الاول، حضور جماهيري واهتمام غير لا عادي هو الحضور للمباراه. الجماهيري وضح تماما تماما ان هم كانوا جايين يتفرجوا على صلاح، بدليل ان انت الماتش فيه حوالي 50 واحد نزلوا عشان يتصوروا مع صلاح، فده يعني حاجه، يعني دي حاجه برضو، الحاجه اللي هي طبعا من ضمن الايجابيات، من ضمن الايجابيات ان انت كنت متاخر ورجعت، ده شيء جيد ان انت كنت مغلوب ورجعت للمباراه. من ضمن الايجابيات التانية عرفنا برضو، زود لنا احنا اهو قيمه محمد صلاح في تاريخ مصر، يعني واخد بالك، انا شفت المباراه توقفت اكتر من مره نتيجه نزول ناس واولاد صغيرين عايزين يصوروا محمد صلاح، ده شيء ايجابي جدا على فكره. طب حضرتك بتتفسر بايه ان كان في بعد عن خطوط النهارده، تباعد في الخطوط، الاداء مختلف تماما عن مباراه ليبيا مثلا الاخيره، رغم ان التشكيل اللي اختلف فيه، نقول ايمن اشرف نزل علشان وينش عنده انذارين، وفكره ان محمد شريف موجود ناحيه الشمال، طب ايه اللي اتغير عشان الاقي ان الشكل فيه تباعد في الخطوط؟ ايه اللي حصل النهارده ان يخلي شكلنا بدا بشكل كويس؟ هل مثلا نتيجه ليبيا طمنتنا قبل المباراه ان ليبيا اتغلبت من الجابون فبعدت عننا لا شويه؟ لا لا، انت في كل الحالات كنت عايز نقطه، انت في جميع حالات النتائج كنت عايز نقطه من الماتشين، في كل الحالات عايز نقطه من الماتشين. بس الشوط الاول كان فيه مش بس شغل على نقطه، انت بتتكلم ان خدت لك هدفين ورا بعض، شكل مش شكل منتخب نص مصر. ملعب، نص ملعب منتخب مصر اللي بيتكون من عمرو السوليه و نني النني و عبد الله السعيد، عبد الله السعيد، عبد الله السعيد من المباراه السيئه اللي انا شفتها له بصراحه القليله قوي. السوليه تقريبا يعني ما بيلعبش بربع امكانياته، واخد بالك، النني كان مختفي، هو سجل الجول في اخر الشوط الاولاني انما كان مختفي، الشوط الثاني ظبط شويه. فنص الملعب ده في اي مكان، في اي مكان خد بالك، نص الملعب ده العمود الفقري لاي تيم، اذا العمود الفقري بتاعك وجعك شويه بتتحني خلاص، بيأثر على جسمك كله. فنص الملعب بتاع منتخب مصر ما كانش مظبوط، اتفق مع حضرتك. فأثر على الأداء كله، خطوط متباعدة، نص الملعب الفرق بينه وبين الدفاع وبينه وبين الهجوم يعني ما فيش تناسق، الكرة بتجيلهم بتتقطع كتير جدا، وقفتهم غلط. ففي حاجات أنت بتعتمد مثلا على إن الكرة لو جت لعبد الله السعيد أو جت للنني أو جت لعمرو السولية من اللعيبة الكويسين اللي بيقدروا يبدأوا هجمة وينظموا لك اللعب، ده ما كانش موجود. النهارده ما كانش فيه كمان تكملة كابتن ورا الهجمة، يعني لما بتيجي حتى عند حد من دول، حتى لو اتباصت مثلا لصلاح او مصطفى محمد يعافر فيها لوحده او شريف على فترات بعيده، ما تحسش ان في مسانده كل قريبه. واحد لوحده، لا حتى الثلاثه الفراوده كل واحد لوحده. نجم المباراه اللي عمل شكل هجومي هو فتوح، فتوح كل الكور الخطيره اللي كانت معموله كان هو اللي بيعملها، واخد عمل بالك كذا اوفر ازاي؟ حلو بسرعه لمحمد شريف طبعا بانفراده. كله، يعني ما انا بقول لك، يعني كان فتوح النهارده الناحيه الهجوميه عنده عاليه جدا، وان شاء الله نتمنى له يا رب الشفاء ان تطمن شاء عليه الله. ان شاء الله يا كابتن. فهي بقول لك خطوط متباعده، لعيبه معتمد عليهم انت كتيم، لما يبقوا بعيد عن مستواهم يأثروا على شكل التيم ككل، فده طبعا كان موجود وأثر في النهاية على ان انت داخل فيك جولين. لما اتظبطت حوالي ربع ساعة قدرت ترجع للمباراة وكان شكلك كويس، بس رجعت تاني خلاص انت جبت الجولين، يعني هم دول يكفوا للمهمة، فخلاص اديتهم الفرصة ان هم يمتلكوا الكرة تاني، انما المباراة يعني كمباراة كرة قدم للنسيان يعني.